الرياضوية الذي انفصل مؤخرا المدرب الجزائري عبد الحق بن الشيخة على إثر خروج الفريق البيضاوي من منافسات كأس العرش في دورة ثمن على يد الجيش الملكي. الرجاء تعاقد مع المدرب البرتغالي خوسيه روماو مساء اليوم بأحد فنادق الدار البيضاء، ومدة العقد تمتد لموسمين، وسيكون من أهداف التعاقد إحراز لقب البطولة والتوقيع على مشاركة مشرفة في عصبة الأبطال الإفريقية. وإليكم مشاهدينا تصريحي كل من محمد بودريقة رئيس الرجاء وخوسيه روماو. هذه واحد 3 شهور تم الاتفاق النهائي على البنود ديال العقد، واليوم وصل المدينة الدار البيضاء، وغادي يكون توقع التوقيع الرسمي بين سيروما ونادي الرجاء الرياضي اللي كنتمنى له واحد الموافقه. بالنسبه للجانب المالي فتقريبا نفس الراتب اللي كان كيتقاداه السي عبد الحق بن الشيخه، ما كاينش فرق كثير، ولكن الرقم لان احنا في العقد عندنا بانه كيبقى بين الطرفين، ولكن كيبقى رقم عادي ورقم اللي كي ماشي رقم كبير ولا خيالي. نوتر اوبجيكتيف كلير او راجا il n'y a pas كاك دوت او راجا جو توجور بور غاني بور فير ليستوار. راجا سيت ان كلوب كي افي اون ايستوار تري ريش Et on doit faire tout, donner notre vie pour respecter l'histoire et faire histoire. Il y a deux grands objectifs, c'est le championnat et c'est la Champions League africaine. Mais on doit jouer toujours avec l'ambition de gagner.